كان في الطائف رجل من ثقيف اسمه أمية بن الأسكري، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عمر فعاش 120 سنة، وكف بصره وأصيب بالارتعاش في أطرافه، وقد كان قويا. وكان له ولد اسمه كلاب، كان أحب أولاده إليه وكان برا به. فجاء سعد بن أبي وقاص يستنفر الناس للخروج إلى غزو العراق، فخرج معه كلاب، فضعف أمية ولم يجد من يعتني به كما كان يعتني به ابنه كلاب، فكان يقول أشعارا منها قوله: يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني ريب المنون، وهذان الجديدان إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذاني، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه ماذا يريبك مني راعي الضاني، إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني، يا بني أمية إني عنكما غاني وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا بني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي مثلاني. فبلغت الأبيات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فجاء إلى مكة في الحج وقد شهد أمية بن الأسكر، فأرسل عمر إلى ابنه كلاب فجيء به من العراق، فسأله: ماذا كنت تفعل بأبيك؟ فقال: ما هو كبير شيء في البر إلا أنني كنت أتلطف به، فإذا رأيته ممسكا عن الكلام كلمته، وإذا تكلم صمت له وأصغيت له، وإذا راحت الماشية غسلت قعبا وغسلت ضرع ناقة يعرفها فاحتلبت له منها بيدي وأمسكتها عليه حتى يشرب. فأمره أن يحتلب اللبن كما كان يفعل، وجاء عمر فأمسك اللبن على أمية، فلما شم رائحته قال: حلب كلاب ورب الكعبة. فقال عمر لكلاب: إلزم أباك حتى تواريه، حتى يموت ويدفن، وأجرى عليه راتبه كما كان، أجرى عليه العطاء كما كان يأخذه في غزوته.